حنحكي عن خلينا نقول الحالات المرضية اللي بتصيب الغدة الدرقية، وفي نسبة من الناس كتير تنصاب بهي الحالات. اليوم إذا من هيك نعرف طبيا، الغدة الدرقية هي غدة صغيرة موجودة تحت الجلد، وبيقولوا هيك علميا تحت تفاحة آدم، طبعا ضمن الرقبة، طبعا علميا بيقولوا أنه سموها بهذا الاسم لأنها بتشبه التفاحة. اليوم هي المحرك الأساسي للجسم، وأي تأثير أو أي خلل بعمل الغدة الدرقية عم يكون تأثيره جدا سلبي على عمل الجسم. شو هي الحالات اللي ممكن تصيب الغدة الدرقية، وشو أهم العلاج وطرق الوقاية لحتى ما نروح هيك لمرحلة العلاج؟ أكيد معلومات جدا مهمة حيخبرنا عنها ضيفنا لليوم، وهو الدكتور رجب محمد مقصود، أخصائي غدد سم وسكري. صباح الخير حكيم، أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. يعني بداية مثل ما ذكرت ريشا أنه الغدة هي الدينامو للجسم، خلينا نحكي أنه اليوم الغدة الدرقية بنشوفها موجودة نسبة كبيرة اليوم عند بعض الناس، وإذا فينا نقول النساء بنلاحظها أكثر من الرجال، ربما قصور أو فرط نشاط. طيب بداية دكتور خلينا نحن نتعرف مع المشاهدين شو بنقصد باضطراب الغدة الدرقية. طبعا شكرا كثير على الاستضافة. أهلا وسهلا. إن شاء الله نحكي شغلة مهمة تفيد. هلا الدرق عند الشخص الطبيعي لا بتنشف ولا بتنفحص، يعني حتى بالجس انا ماني قادر افحصها، مجرد ما حسيت انه في ضخامه غده فصرنا امام اشكال، يعني مشكله درقيه، مشكله مرضيه. هلا طبعا قد يكون في ضخامه غده ويعني مع سواء درق، يعني الدرق عم تشتغل طبيعي بس كبير شوي، طبعا هذا مرض، يعني نفس الشيء هذا مرض، وهذا ابسط شيء ممكن يشوفه. وهذا الاشيع ببلدنا، يعني احنا اكثر من ثلثين مرضانا هن مرضى درق، اكثر من ثلثين مرضى درق، بس يعني تعبير مرض غدي درقيه كثير كثير فضفاض. يعني ما بيصير المريض يجي يقول لي انا معي غدي، المريض بده يجي يقول انا عم اشكي من كذا كذا حالات، ايه عم اشكي الشكوى كذا، والطبيب بده يتوجه شو مشكله الدرق اللي عنده. ايه طبعا كثير بنشوف، طبعا اكيد اكيد بتصيب النساء اكثر مثل اغلب امراض الغدد. ليش النساء حتى بالمرض النصيب الاكبر؟ نحن كلهم ما عدا امراض كثير كثير خفيفه، يعني ممكن تكون متساوي بين الذكور والاناث، وامراض اقل بكثير بتكون عند الذكور اكثر. فكل امراض الغدد وخاصه امراض المناعه الذاتيه عم تجي عند النساء اكثر من الرجال. طيب خلينا هيك نتوسع اكثر ونحكي اليوم، وقت اللي بيجي لعندك مريض وعنده اي نوع من الحالات اللي ممكن تصيب الغده الدرقيه، اليوم في مسبب، في اسباب اليوم عملت قصور، عملت خمول، اللي هو الحاله المرضيه، اليوم شو اهم الاسباب؟ هلا نحن طبعا اهم شيء انه المريض يتوجه لاخصائي. نحن عم نشوف تحاليل، طبعا تحاليل الدرق كثير غاليه، يعني اقل تحليل للدرق واحد منهم اقل واحد بكلف 50 ل 60 ألف ليرة. هدول عم ينطلبوا من الاطباء العامين او من اطباء مو اخصائيين غدد، عم ينطلبوا بشكل كثير كثير فضفاض وكثير في تكلفه على المريض. يعني عم ينطلب 3-4 تحاليل للدرق، وانا بكفيني تحليل واحد، وبيقولوا غالي جدا، مكلف حكيم، مكلف وبيشدي، يعني عمليا ما بيصير الا اطلب الا تحليل واحد. نعم. وانطلق منه، انطلق من هالتحليل. طبعا نحن قصور الدرق كثير بنشوفه وخاصه عند النساء، والسبب الاشيع هو التهاب درق مناعي خلوي مزمن بشكل مناعيه، يعني الغده بتشوف الجسم، بيشوف الجهاز المناعي بيشوف الدرق كانه غريبه عنه فبيهاجمه وبيقتله. واكثر شيء بنشوفه عند النساء، يعني اكثر من 10-15% من النساء بعد سن الستين عندهم قصور درق. طبعا المرض بنسميه هاشيموتو، هاشيموتو هو الطبيب اللي اول ما حكى عن المرض. فيفترض ان قصور الدرق شغله كثير كثير مهمه ولها علاقه، طبعا بتؤدي لزياده وزن، فهذا الشيء اللي بيخلي المريض يجي لعند يراجع الطبيب. يعني ويفترض انه طبيب الغدد هو اللي يتابع الدراسي، يعني مو كل مريض عنده اضطراب بسيط بوظائف الدرق، عم نحكي مخبريا. لازم انا اطلب له تحاليل ممكن تكلف مليون ليره. طبعا يعني فرط النشاط هو يعني اندر بشوي او اقل بشوي، كمان لازم طبيب الغدد هو اللي يتابعه، عاده بيراجعوا المرضى بحاله عصبيه، نقص وزن، زياده شهيه، اسهال، تسرع نبض، خفقان، هذا اندر بشوي. ف
يعني الطبيب الغدد هو اللي لازم يحدد المسار يعني كيفية مراقبة أو كيفية مقاربة المريض، ولا طبيب تاني قادر، وإلا عم نكلف المريض ماديا، عم ندفعه ماديا وبدون نتيجة. آخر شيء منروح للاختصاص، خلينا من بداية الفكرة يكون بالاختصاص. طبعا هيك يفترض يكون. تمام دكتور، بعض الأشخاص اليوم بيقولوا لك أنه الأعراض ممكن تظهر بداية خفيفة، ممكن تعب وهم بالجسم أو زيادة ونقص بالوزن، طيب أنا شو العارض اللي ممكن يظهر عندي لحتى أعرف أنه أنا عندي مشاكل بالغدة الدرقية؟ هلا نحن اي طبعا مشاكل الدرق ممكن تبلش من الحياه الجنينيه يعني من الاشهر الاولى للحمل، اذا في مشكله عند المراه ممكن يصير تاثير على الجنين، يعني اول 3 4 شهور الجنين ما عنده درق فبده ياخذ هرمون الدرق من امه، طبعا بالنص الثاني لحاله الدرق بتتشكل وهي بتصير تشتغل لحالها، بس بده ياخذ الماده الاساسيه من امه. صحيح. فنحن كل يعني طبعا من البدايه كل امرأة عندها قصور درق وحملت بدون علم، طبعا يفترض تخبر الطبيب، فرضا ما عرف الطبيب يفترض تزيد الجرعة تقريبا 30-40% جرعة الدواء اللي عم تاخده، يفترض هاي بداية الحمل، ويفترض نراقب الجنين، يعني احنا يفترض نعالجه حتى وهو يعني هو أثناء الحياة داخل الرحم، وإلا رح يطلع الولد متخلف عقلي، رح يصير عنده مشاكل مستقبلا إذا ما كنت أنا حذر كتير. وهلا عندنا نحن بالبلد وبكل الدنيا في شيء اسمه مسح لقصور الدرق الخلقي. يعني بيجي الطفل حجمه كبير شوي، بيتاخر خروج العقي، اليرقان الفيزيولوجي اللي بنشوفه عاده بيستمر 10 ايام 15 يوم، بيستمر فتره اطول، البكاء يعني بصوت شوي اجش، تطبل بطن، مثل ما حكينا تاخر خروج العقي، هدول لازم فورا طبعا نحن عم نسوي مسح باليوم الثالث بعد الولاده. كل الأطفال المولودين حديثا كلهم دون استثناء نحن عم نعمل لهم مسح لاستقصاء وجود يعني وجود قصور درق عنده ولا ما في قصور درق. إذا شفنا باختبار المسح إنه في مشكلة بيتوجه لعند الأخصائي فورا، يفترض يتعالج خلال أسبوع لأسبوعين. يعني أهم مرحلة بتشكل الجهاز العصبي هي أول سنتين من العمر، إذا أنا تأخرت لبعد السنتين هذا الولد طلع متخلف عقليا، هلا بيصير طبيعي من كل النواحي ما عدا الناحية العقلية، بصير شاب أو امرأة كاملة بكل شيء بس متخلف عقليا بسبب الغدة، بسبب قصور الغدة الخلقي طبعا، مشكلة كتير كبيرة. لذلك هلا في اختبارات مسح عنا بالبلد عم تصير، هلا ممكن يصير أحيانا من قطعة المواد يوم اثنين ثلاثة أو أسبوع بتصير، بس بشكل عام ما بياخد اللي بتولد بالمشفى ما بيعطوها وثيقة ولادي أو بيان ولادي إذا ما سووا اختبار لابنه، هذا الاختبار بده يصير باليوم الثالث. هلا إذا ولادي طبيعية أو حتى قيصرية تتخرج بنفس اليوم المريضة، ما بتاخذ وثيقة ولادي لترجع، ما بيعطوها إياها لبعد ما بيسووا الاختبار لابنه باليوم الثالث أنا بدي أسويه. فكتير مهم هلا عند الأكبر شوي عند الأطفال أي اضطراب بالدرق أكيد رح يأثر على نمو الطفل، رح يؤدي لزيادة وزن، رح يؤدي لقصر قامي، طبعا رح يؤدي لقصر قامي. فمن ضمن المخطط اللي بدنا ندرسه عند أي طفل عنده قصور قامي هو المحور الدرقي، وظيفة الغدة الدرقية. طفل عم يجي بزيادة وزن أقصر من رفقاته، أكله خفيف ووزنه عم يزيد، تأخر أداؤه المدرسي، كل هدول بدي استقصي له وجود قصور درق. طبعا فرط النشاط أندر بكتير عند الأطفال. طيب. حتى علاجه أصعب. طيب دكتور هيك عم نحاول سريعا نعبي بالوقت المتبقي معلومات هيك كرمال أي حدا عم يشوفنا يستفيد اليوم، شو هو العارض الأول يعني ممكن يظهر على أي شخص يكون تشخيصه هو مرض غدة قبل ما يروح للاختصاصي؟ إيه هلا نحن أهم شيء إذا كان طبعا قصور الدرق شيء، فرط نشاط الدرق شيء، والسلعة الدرقية شيء ثاني. هون بيقولوا إنه ببين حتى بالسلعة الدرقية هاي لحالها صح للرقبة. صح طبعا بتصير ضخامة مقدم العنق أسفل مثل ما حكيتي بالمقدمة مكان الدرق بتظهر ضخامة. هلا أي امرأة إذا أخذنا امرأة مثلا عندها زيادة وزن، تباعد طموس، اضطراب طمس، تساقط أشعار، خشونة بالجلد، ميل للنوم، ضعف بالتركيز، هاي لازم تراجع مشان قصور غدة درقية. نعم. العكس إذا كان في نقص وزن مع زيادة شهية مع زيادة أكل مع إسهال أحيانا مع خفقان توجه باتجاه فرط نشاط الدرق. هلا السلعة الدرقية
طبعا احنا بنحكي السلعه الدرقيه قصه ثانيه، بتكون في ضخامه غده بس المحور الدرقي طبيعي، الغده عم تشتغل طبيعي، الدرق ما عم تاثر لا فيها زياده ولا فيها نقص، وهي بدها علاج بدها تدبير. طبعا الحل هو بالاساس هو الوقايه عن طريق اضافه اليود للمي وللاكل اللي عم ناكله، بدنا ناخذ وارد كافي من اليود. الدرق بده يود وفي نقص يود فبدها تكبر اجباري مشان تكفي الجسم. تمام، خلينا دكتور نوضح العلاج اليوم، طرق العلاج ان كان بالادويه وامتى احنا ممكن نلجا لجراحه لاستئصال الغده الدرقيه. هلا نحن الجراحه محصوره او شبه محصوره بثلاث حالات. تمام. الحاله الاولى وجود عقد درقيه، وهالعقد انا طبعا العقد الدرقيه لازم دائما ميل نحو السلامي، فهي غالبا سليمه، غالبا اقل من 5% من العقد الدرقيه فيها يعني فيها خباثه، مو اكثر من يعني او نسبه حتى اقل من هيك. فانا العقد الدرقي يفترض شيلها في حال شكيت بخباثه. طبعا الايكو هو اهم فحص، الايكو هو الفحص المفتاح في مقاربه الدرق، ايكو الدرق بيد خبير. بعد طبعا حسب الايكو، في قسم من هالمرضى بدهم رشافي بالابره اف ان اي، الاف ان اي هي الخطوه الثانيه بمقاربه العقده الدرقيه. هون عم نحكي عن مريض عنده سواء درق، المحور الدرقي طبيعي، نحن بس شفنا فرط نشاط او قصور غالبا متجه باتجاه السلامي، ما عاد متجه باتجاه الخباثه. فانا بشيل الدرق وقت اللي الاف ان اي وايكو الدرق وجهني باتجاه الخباثه. في حاله ثانيه هي الناحيه الجماليه، احيانا امرأة بتجي المنظر ما مقبول اطلاقا ممكن نشيلها. والحاله الثالثه اذا سوت اعراض انضغاط موضعيه، يعني بتنضغط الرغامه تتضيق كثير بيصير ضيق نفس، بنشوف احيانا الرغامه كلها يعني متجهه باتجاه مانع على الخط المتوسط يمين او يسار بتسوي ضيق نفس شديد فبضطر شيلها. هلا المعالجات اذا في قصور غده العلاج سهل كثير، العلاج هو هرمون الدرق عن طريق الفم، علاج بسيط وسهل، وهذا علاج كل العمر غالبا اذا صار قصور درق. اذا في فرط نشاط القصه مختلفه شوي، لازم نحدد السبب، واللي نحن عم نشوفه انه عم يتعالجوا مرضانا بدون تحديد السبب، لانه عندي شكل واحد فقط ممكن يطيب دوائيا، طبعا بيطيب عفوي، بس انا بعالج لمده سنه سنه ونص، نمط واحد هو دائي قريب. اخر شيء ممكن نروح لل الجراحه يعني كمان ما بنلجا لها، او اليود المشع طبعا، يعني جراحه او يود مشع، واليود المشع صار مفضل لانه انا ما عم سوي اي رد للجسم، عم اعطي جرعه يود مشع، عم نحكي بحاله فرط النشاط. تمام دكتور، يعني بختام حديثنا معك دكتور رجب محمد مقصود اخصائي غدة تصم وسكري، بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات المهمه اللي قدمت لنا اياها، ودائما لما بنحكي عن بعض الامراض بنركز على العلاج المبكر لحتى نتفادى رحله العلاج الطويله. شكرا لك يا دكتور. شكرا لكم، شكرا كثير كثير، بدنا يكون الوقت اكثر شوي مشان نحكي بس. شكراً حكيم لحضورك اليوم، واكيد بالصحه والسلامه للجميع، واكيد انه وقفات ثانيه بصباحات اخرى، اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لكم، اهلا وسهلا، شكرا.